مرحبا برج الجدي، أهلا فيكم. على الأغلب هذا الشخص، نبتدي باسمه، في اسمه حرف الجيم أو الحاء أو الفاء. هذا شخص جدا هادئ، قاعد أحس هني بطبيعة أو طاقة الأبراج المائية. على الأغلب برج الحوت، ممكن أيضا يكون السرطان. شخص جدا هادئ وحساس وسريع شديد الملاحظة، أوكي، حساس لمحيطه، فهذا لا تنسون هذه طاقة أو طبيعة الأبراج المائية أو الهوائية. إنزين، ننتقل إلى وقت اللقاء. الحين ببتدي أكشف لكم عن أسرار اللقاء بينكم. وقت اللقاء في هذا الكرت، هذا هو شهر 10، شهر أكتوبر، أوكي، شهر 10، شهر أكتوبر. ولكن أيضا احتمال كبير أمامي أن وقت اللقاء راح يكون في موسم ديني أو في موسم فيه مناسبات واحتفالات خاصة فيكم. يعني إذا كنتم مسلمين راح يكون في وقت تحتفلون فيه احتفال ديني كبير، في وقت شهر رمضان، في وقت الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى عندنا. وإذا كنتم مثلا مسيحيين بيكون وقت الكريسماس، نهاية السنة. أن هذا كرت العجلة يوضح لنا نهاية شيء معين أو بداية حدث ديني، حدث اجتماعي كبير عندكم، أوكي؟ ممكن يكون في شهر رمضان، ممكن يكون في شهر محرم. هاي أيضا الطاقة تنطبق علينا هني. ولا تنسون مو فقط شهر 10، حتى تاريخ 10 راح يكون له دلالة معينة على الالتقاء بينك وبين هذا الشخص. شلون راح يكون الالتقاء؟ الحين ببتدي لكم الجزء الثاني. ننتقل إلى مكان اللقاء. مكان اللقاء هو بيكون هذا الشخص موجود قبل ما أنت تصل إلى هذا المكان. هو بيكون واقف ينتظر، قاعد أشوفه ينتظر، احتمال مع أحد أصحابه، مع أحد معارفه، قاعد ينتظر في مكان أمام، ينتظر في صف أو في طابور، أوكي، ينتظر شيء وأنت تأتي. أنت تأتي وتنضم إلى هذا الصف وهذا الطابور. ممكن يكون صف إلى مطعم، صف إلى تنتظرون خدمة معينة، تنتظرون أن تقدمون أو تدخلون مكان معين، مكان فيه تفتيش قبل أن تدخلون إلى مثلا مكان مقدس مثل الحج، مثل وين بعد عندنا مكان فيه شعائر مقدسة. هذه هي الدلالة الكبيرة. ولكن هو ما راح على الأغلب يكون لوحده، راح يكون معاه أحد. زين، يكون معاه أحد ويلاحظك أنت برج الجدي. ننتقل الحين إلى طبيعتك أنت. هذا الشخص راح يلاحظك أسرع ما أنت تلاحظه، واحتمال كبير أنه راح يحاول أن يساعدك، يمد لك يد العون، يمكن حتى يعرض عليك أن تأخذ مكانه في الصف أو تتقدم عليه في مكانته في الطابور، يفسح لك المجال أن أنت تفضل قبلي، أوكي؟ هذه هي طبيعة اللقاء بينكم. إذن خلينا نشوف مواصفاته الشكلية. برج الجدي، هذا الشخص راح يعجبكم، راح شكله راح يجذبكم. انتم مو اي شكل يجذبكم برج الجدي، انتم لازم تحسون ان الشخص يدخل الى خاطركم. لما اتكلم عن الانجذاب ما اتكلم فقط عن الجمال. برج الجدي مو من الابراج اللي ينجذب الى الاشخاص فقط على اساس الجمال السطحي. برج الجدي ينجذب لما يحس ان الشخص اللي امامه فعلا يفهمه وفعلا يتفق معه وفعلا يدعمه. وهذه هي الطبيعة اللي قاعدة أحسها منه. إنزين، لأن هذا الشخص شكله مو فقط شكله، شكله وطاقته، وقفته، تعاونه. أنا أيضا لاحظت برج الجدي أنه دائما يميل ويحب الشخص اللي يضعه أولا، اللي يبديه أولا. وفعلا هذه بتكون طريقة اللقاء. شكله، هذا شخص أسمر البشرة، أسمر مو غامق، لا، أسمر بما معنى السمارة الطبيعية، السمارة الحنطية، هذا الدرجة، أوكي؟ رشيق، طويل، جسم رياضي، لأن أصلا
هني شفنا في مهنته أو طبيعة عمله شيء يخص الرياضة، فجسمه جدا رشيق يميل إلى الطول، يعني بيكون أقل شيء متوسط الطول، ولكن على الأغلب يميل إلى الطول. يعني لما أقول هالشيء 170 سنتي فما فوق، رشيق القامة، ملابسه سمارت كاجوال. شلون يعني؟ لما أقول سمارت الكاجوال معناته أنه ما يفضل ارتداء الملابس التقليدية، يفضل الجينز مع شيرت خفيف، وأيضا يحب أنه يلبس الملابس المحايدة، الأسود، الكحلي، الرصاصي، الأبيض، الألوان اللي ما تكون غريبة أو شاذة. أيضا برج الجدي، نرجع لك أنت، كل شيء قاعد يعكس على طاقتك أنت. أنت تحب الشخص اللي يكون مهتم في حاله ومرتب، في نفس الوقت مو شاذ كثيرا عن أو مبالغ حتى في الاهتمام بنفسه، وهذا هو هذا الشخص. قاعد هني ألاحظ وجنتينا وأشوف وجنتينا بشكل صافي، بشرته صافية، بما معناه هذا الشخص غير ملتحي، ولو كان ملتحي بيكون لحيته جدا خفيفة. أنا قاعدة أشوف بشرته عن قرب، قاعدة أحس فيها، أوكي؟ هذه هي طاقة الاستقطاب. ملامحها تميل إلى أنها تكون رجولية أكثر من أنها هي كيوت، ملامح شوي رسمية. شلون يعني ملامح رسمية؟ ملامح رجل، يميل إلى أن يكون وسيم أكثر من أنه يكون جميل. أتمنى أني وصلت المعلومة بشكل صحيح، ولكن أكثر ما راح يجذبكم له هو اهتمامه بشكله، يحب يروح المكان وهو مرتب ولابس ملابس مهندمة، إنزين، ورشاقته نوعا ما فت هذا الشخص، يعني مو كثير العضلات، لا طويل. خلينا نشوف أطباع. حتى في أطباعه وطبيعة عمله، أنت يا برج الجدي راح تلاقي نفسك مع هذا الشخص. بقول لك ليش، هذا الشخص مثلك طموح مجتهد، أنت طموح أكثر منه ولكن هو مجتهد يمكن أكثر منك، يعمل كثيرا ويعمل بدون راحة، جدا جدا مجتهد أو عليه مسؤوليات كثيرة لدرجة أنه اضطر أنه يكون مجتهد، يقوم بمسؤوليات في البيت، يقوم بمسؤوليات يساعد فيها أهله، عنده دراسة وعنده عمل وعنده أيضا هواية، حتى الهواية قاعدة تضيف له مدخول مادي. هذا شخص يعجب برج الجدي، هذا شخص راح يلفت انتباه برج الجدي، هذا شخص امرأة برج الجدي راح تحبه، راح تميل إليه، راح تعجب فيه، مو تعجب فقط بشكله، هذا اللي قاعدة أحاول أني أوصله في القراءة، راح تعجب فيه أنت كشخص، إنه ما شاء الله عليه قاعد مثلا، قاعد أيضا تأتيني طاقة إنه هو من فترة طويلة يمكن قطع عن الدراسة أو لم يكمل دراسته لأنه اضطر إنه يعمل، أو بسرعة رغب إنه هو يعمل. طبيعة عمله على الأغلب شيء يخص الرياضة، ممكن يكون لاعب كرة، ممكن يكون لاعب محترف سابق، أو كان يلعب في فترة سابقة في نادي معين، أوكي، ولكن الآن قاعد يبذل وقت أكثر إن مو في هوايته، وإنما يدرس ويعمل، يدرس ويعمل، جدا مجتهد وقادر يوفي كل الالتزامات في كل الجوانب، هوايته والرياضة ودراسته، زين، احتمال حتى قاعد يفكر هني إنه يفتح مشروع، ومشروع متعلق بمجال خبرته وهي الرياضة أو الفتنس أو أي شيء متعلق بالرياضة عن قريب أو عن بعيد، عرفت؟ ممكن يكون الشخص لعب في فترة في نادي من النوادي، والحين قاعد يحاول إنه يتعمق في أن يفتح له صالة رياضية أو مشروع، عنده قاعد يعمل بجهد ويوفر الأموال عشان يفتح لنفسه مشروع في المستقبل يتعلق بمجال دراسته أو هوايته، أوكي؟ ننتقل الحين إلى أطباعه. هذا الشخص مجتهد، أخبرتكم بهذه المعلومة، صادق
ما يحب اللف والدوران وما يحب، يمكن هذا الطبع ما أدري، برج الجدي لما يكون مركز على العمل اللي أمامه راح يكون شوي ما يستطيع أنه يوازن بين شيئين، يدرس وفي نفس الوقت يتصل فيك، أو يدرس لا وقت الدراسة دراسة، وقت العمل عمل، عنده تقسيم واضح، وقت الهواية هواية، ووقت الحب حب، ما 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 يخربط الأمور وما يخلط الأمور مع بعض، وناجح في إنه نعم يديرهم مع بعض وينجزهم مع بعض بس مو داخلين في بعض. أتمنى أني وصلت المعلومة بشكل صحيح. هذا الشخص دينيا معتدل، يميل إلى التدين إيه بس معتدل، يعني مو كثير الصلاة ولكن يسوي مثلا الواجبات وزيادة عليها شوية من المستحبات، أوكي، ولكن ما يرضى بالأشياء الخاطئة أو الشاذة في المجتمع، ما تعجبه هذه الأشياء وما يعجبه الشذوذ عن الدين العادات التقاليد، إنسان غير متحرر، أوكي. فهذه وجدا طموح، وانت برج الجدي راح تكون الشريك اللي اكثر طموحا في العلاقة او في الشراكة هذه، كأنما انت العقل المدبر وهو الشخص المنفذ، لان انت اكثر طموحا منه، هو نعم طموح ولكن انت كأنك ايضا تسبق في هذا الشيء او تشجعه اكثر ما هو يشجع نفسه او تدعمه بالامل. انزين، في هذا الكارت هنا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. هذا الشخص راح يكون جدا حذر معك انه ما يقترب منك او يفتح حتى مجال للعلاقة او لامور جانبية قبل الزواج. هذا الشخص راح يحب انه يؤخر التعرف عليك بشكل شخصي الى ان يتم على الاقل الخطبة الرسمية او قراءة الفاتحة او التقدم بشكل رسمي، او هني انه يصير في رابط ما بين اهله واهلك. خلاص دام اهله دخلوا بيت اهلك بشكل رسمي، هني راح شوي شوي يسمح لنفسه انه يبتدي يتعرف عليك. لكن هذا شخص ما يسمح لنفسه انه بسرعة يتعمق في العلاقة حتى لو انت عطيته المجال. برج الجدي يريد، شوف، عنده اساسيات، مبادئ دينية اخلاقية ما يحب انه يتخطاها. هذا الشخص من قراءتي لطاقته هني راح يحب انه يتدرج معاك، راح يحب انه ياخذ وقته، وراح يحب انه يدخل الابواب من بيوتها. يعني احتمال لو انت التقيت فيه في اول فترة هو جدا مشغول، قاعد اشوف هاي الطاقة هني، راح ينتظر لما انه هو يستطيع انه يطرق الباب ويدخل البيت من بابه، بعدين راح تشوفه يسمح لنفسه انه يتقرب منك بشكل اكثر. اوكي، وفي البداية هني قاعدة اشوف برج الجدي في تواصل قوي ما بين اهلك واهله قبل ما هو يتواصل معك بشكل مباشر، وحتى ما يحب انه يتكلم عن مشاعره كثيرا، يحب ان يظهر مشاعره بافعاله بمعاملته. قاعدة اشوفه هني انه يحب ان يأخذك يحمل مسؤوليتك بشكل مبكر في العلاقة، يعني مثلا انت تحتاج الى شيء يروح يشتريه لك، اوكي، انت تحتاج ان تذهب الى مكان صار في خطبة بينكم، يحب انه يأخذك ويوديك يشيلك كمسؤولية، اوكي، احنا نقول يتعبل فيك، يعني يشيل مسؤوليتك، يأخذك معاه بالسيارة عشان انت تقضي حاجاتك. هذه هي نوع الأشياء اللي راح يقدمها لك هذا الشخص، أوكي، لأن في احتمالات كثيرة، بعض الأشخاص راح يظهرون حبهم عن طريق المشاعر، عن طريق الكلام، عن طريق المحادثات الهاتفية، ولكن هذا الشخص قاعد أشوف طاقة أفعال، أوكي، طاقة زيارات، طاقة إنه يشوف إن شنو محتاج روح يجيب لك، يشوف شنو ناقصنك روح يساعدك فيه، هذه هي طاقته. خلنا نشوف هنا أسرته، ما هي الأسرة اللي يأتي منها؟ في أسرته أحد الوالدين مسيطر، على الأغلب الأم شوي مسيطرة أو متحكمة، أو خلنا نقول شيطانة، أنا أسميهم شياطين ما أدري، إحنا نقول هاي الكلمة لما الشخص يكون مو هين في العشرة،
ولكن أسرته عنده عدد لا بأس فيه من الإخوان، الإخوة بشكل عام، بنات وشباب، عددهم 7. ممكن يكون هو الثامن، ممكن يكون هو السابع، ولكن عنده عدد محترم. أوكي، هو هذا ترتيبه في الأسرة، ما قبل الأخير أو في الوسط، ليس البكر وليس آخر العنقود، مقرب جدا من أخته الصغيرة، عند أخت صغيرة جدا مقرب منها ويدللها. فتشوف شلون دائما لاحظ، خصوصا إذا كان رجل، لاحظوا معاي لما تراقبون الشخص، راقبوا شلون يعامل أهله المقربين منه من الجنس الآخر. لو كان هو رجل، شوف شلون يعامل خواته، شوف شلون يعامل أمه، جدا حنون عليهم، جدا يلبي رغباتهم، جدا يعتمدون عليه في كل شيء. معنى هو ليس البكر، ولكن هو الشخص اللي دائما يلجؤون إليه عشان يوديهم ويجيبهم، يقضي لهم حاجاتهم. فبتشوف الشخص الذكي ينظر إلى هاي السيناريو ويعرف إن طاقة مثل ما يعاملهم راح يعاملك، سواء كان جيد أو كان سيء. هذا الشخص جيد، وهذا علامة جيدة، علامة مبشرة. ولكن العلامات اللي إحنا نرفض إن ننظر لها قبل الزواج، إن لما يكون الشخص سيء الخلق مع أهله، وإحنا نفكر إنه راح يكون حبيب أو كريم معانا، بالعادة ما يصير هذا الشيء. أوكي، فتشوف شلون هني جدا متعاون، يمكن حتى يكون الذراع الأيمن لوالده في المنزل. فهو الشخص اللي دائما يقضون فيه المشاوير أو يعتمدون عليه داخل البيت. اللي بعده، خلنا نشوف عن سكنكم وعن حياتكم. لأن دائما إذا بيكون في ارتباط، ضروري نعرف وين راح تسكنون، وين راح تعيشون على الأقل أول فترة ارتباط وزواج بينكم. هني قاعدة أشوف مسألة السكن. شوف 7 و3، من ندخل الشخص بروحه طاقته جدا ممتازة، من ندخل شوي في طاقة أهله، نشوف الأرقام عندنا في التارو تحولت إلى فردية، وهذه علامة غير مبشرة. ولكن هذه مش علامة أن الشيء مستحيل، علامة أن الشيء بيكون فيه صعوبات. الحياة بشكل عام فيها صعوبات، فهني السكن كأنما في إصرار أو في رأي مهيمن من أهله أن أول فترة زواج اسكن معانا، أو اسكن قريب منا، أو اسكن في مكان مشترك راح يكون لهم سيطرة عليه، لأن لا يريدون أن هذا الشخص يخرج من تحت يدهم بسرعة، أو يفقدونه أو يخسرونه وانت تستفرد فيه برج الجدي. فاول فترة الزواج للامانة قاعد اشوف كأنما طاقة سحب ودفع، سحب جر وسحب، عرفتوا؟ ولكن مع الوقت وبالذكاء، انت تمتع بالذكاء، ما ينقصك الذكاء. اوكي، مع الوقت، مع الابناء، مع التفاهم، مع التدريب، لما اثنين نكون حياتنا نستطيع بعدين ان نستقل. بس اول فترة زواج اشوف ان احتمال راح يفسحون لكم مجال أهله أن تسكنون معاهم في مكان، في 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 قسم خاص فيكم. القسم ليس غرفة، ممكن يكون غرفة مع صالون، مع أنتم بالكرامة حمام، فقسم صغير فيكم، ولكن ليس منعزل عن أهله، وليس مستقل عن أهله. يمكن أصلا الكثير حين قاعدين يسوون كذي لأسباب مادية، أو لأسباب أن لا يريدون أبنائهم يبتعدون عنهم، يخلون الشاب قبل ما أنه حتى يرتبط، من يصير في سن الارتباط يجهزون له قسم، يبنون له قسم مخصص داخل منزلهم، عشان يحرصون أنه خلاص القسم جاهز، المكان جاهز، عيشوا معانا في بداية حياتكم مع بعض. راح يكون في نوع من التحدي من أهله، راح يكون صعوبة أن تخرجون من تحت جناح أهله، راح يظل خصوصا في أول الأيام جدا يسمع كلام أهله، جدا يهتم لرأي أهله، يسمع كلامهم. فهني الانتقال، احرص أنت بذكائك برج الجدي أن يكون انتقال خفيف شوي شوي، مو مرة واحدة. مرة واحدة راح تسحب الحبل، راح ينقطع أمامك شوي شوي، مع السن، مع السنوات،
تكبرون تتحمل أول فترة برج الجدي، بعدين لما تقدر تستقل، لأن بصراحة هذا شخص مواصفاته بروحه بعيد عن أهله، أهله شوي ما أحب طاقتهم، بس بعيد عن أهله هو شخص جدا ممتاز، هو رجل جدا ممتاز، هو شخص لا يتفوت. أوكي، راح يكون يريحك في الحياة. انتقل هني إلى آخر سؤال عندنا، وهو ماذا راح يجد أو يحب أو يعشق فيك؟ برج الجدي هذا شخص لا يستجيب للتهديد، لأن أصلا طاقته مائية، لا يستجيب للتهديد، بالعكس إذا تهدده، إذا تضغط عليه، إذا تصير جاف معه، لا مو الجفاف، أسحب كلامي، الجفاف ممكن يأتي معه بنتيجة، ولكن الكلام القاسي، المواجهة المباشرة مع هذا الشخص راح تخليه يخاف منك ويفقد الثقة فيك، وحتى الاستعجال ان في بداية الزواج تريد ان تسيطر عليه او تتفاهم معه بسرعة، او كل الامور تمشي على حسب رغبتك بسرعة. هذا الشخص يستجيب للحب، يستجيب للهدوء، يستجيب للصوت الهادئ، التعليمات القليلة، يعني مو تقعد طول اليوم تعطي تعليمات، اختار بعناية كذا جملة، كذا شيء مهم عندك في هذا اليوم تتفاهم مع الشريك عليه وتقول وتخبرهم فيه بشكل جدا هادئ، بشكل جدا مؤثر. هذا أيضا من النقاط والجوانب اللي أنت تستطيع أن تسيطر عليها برج الجدي وبسرعة، ولكن لا تدخل في طاقة المواجهة المباشرة أو فرض السيطرة السريع على حياته، لأن حياته لا زالوا فيها أهله بشكل واضح. إنزين، هذا شخص شاب لامع، يعني عنده مستقبل رياضي، عنده مستقبل راح يكون مو بس في العمل الثابت وهو بيكون مثلا عمل حكومي أو الوظيفة، حتى في البزنس، حتى في المشاريع عنده مستقبل باهر. وفي الحب راح يكون جدا أيضا معاك، يسبب لك الراحة، فمن أجل ذلك ضروري جدا أن تتفاهم معه. أوكي، خلنا ننتقل إلى هني، شنو الطاقة اللي هاي الشخص راح يستجيب لها في علاقتكم مع بعض وارتباطكم؟ طاقة التشجيع، طاقة الدعم، طاقة راح يعتمد عليك أنت أن تعطيه ثقته بنفسه، أنه هو يأتي من بيئة ما أعتقد عطول كثير من الثقة بالنفس، نعم طموح بس مو شرط ثقته بنفسه عالية، يعتمد عليك أنت أن تكون الشخص الداعم له، الشخص اللي يثق فيه، الشخص اللي حتى هني يأتمن على أسراره، الشخص اللي يفهمه بالنظرة، الشخص اللي يشجع أكثر أنه والله أنت تستطيع أن تحقق أكثر في الحياة. لأن شوف النهاية، إذا شريكك حقق أفضل معناته أنت راح تحقق أفضل، النهاية هذه شراكة. وقلت هني بسحب آخر كرت حق نشوف من وين يأتي هذا الشخص، هل من منطقتكم أو منطقة بعيدة عليكم. هذا الشخص على الأغلب برج الجدي من نفس منطقتكم، مو بعيد عليكم، مو شخص غريب أو من عرق مختلف أو من دين مختلف أو مذهب مختلف، هذا شخص من نفس ثوبكم مهما كان ثوبكم. أوكي، ما في معرفة مباشرة، نسب مباشر أو علاقة حاليا موجودة قوية بين أهلك وأهله، ما في علاقة، يعرفون بعضهم بالاسم ومن بعيد، ما في بينهم التقاء أو صداقة، ولكن أنتوا كأنما من نفس المنطقة، من نفس المذهب، من نفس الولاية. هذه